مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، قام وزير الاقتصاد اللبناني أمين السلامة بزيارة سفير المغرب لدى لبنان محمد كرينة ضمن إطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم ودعمهم على كافة الأصعدة حيث أمكن في ظل العدوان الإسرائيلي. وشرح سلامة للسفير المغربي الوضع العام في البلد، لا سيما ضرورة تأمين مساعدات إنسانية وأماكن لائقة للأهالي التي تتعرض مناطقهم للاعتداءات الإسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية، طالبا المساعدة في دعم وتجهيز أماكن الإيواء التي فتحت الأبواب لاستقبالهم من مدارس ومباني، لا سيما فندق كواليتي إن في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الأهالي النازحين. من جهته أكد السفير المغربي أكرينا وقوف المغرب والشعب المغربي إلى جانب الدولة والشعب اللبناني، مشددا على أن المغرب لم يتوقف عن بذل جهوده لدعم لبنان. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.